كوف كيعرف الجميع المقابله ديال العصبه الابطال كان عندها مميزات ديالها. الحمد لله النتيجه ديال الذهاب كانت نتيجه ايجابيه بالنسبه لنا. الحمد لله حضرنا هذه المقابله بشكل جيد، حققوا فيها نتيجه ايجابيه اللي هو الفوز والتاهل ان شاء الله دور نصف. فريق الوداد البيضاوي فريق كبير يعني مهول لانه يكون في المربع الذهبي ديال عصبه الابطال. نتمنى ان شاء الله نكونوا غدا في نهارنا ونفوزوا نتيجه واداء ان شاء الله. لا لا يعني حنايا كندخلوا المقابله يعني مكونسونطرين الماتش كامل، يعني كتجي ضروري كتجي واحد المرحله وسط الماتش ولا في الاخر الماتش ولا في البدايه ديال الماتش، يعني حنا دير عارف المسؤوليه اللي علينا هي نحقوا التاهل ان شاء الله يكون من نصيبنا. وكنشكر جماهير الوداديه على الدعم ديالها الدائم، نتمنى ان شاء الله ما نخيبوهمش ونحقوا لهم التاهل ان شاء الله.